تحية احترام لكل المتابعين، انضموا الآن لمتابعة ظلال الأصيل وكل ما ابتدر معنا المشوار في فقراتنا ومحطاتنا. إحنا جولنا في التنمية بشقيها، يعني تنمية ريفية وتنمية المجتمع والمرأة، وبخصوص مكارم ربنا يديها العافية دي جلسة ستاتية خالصة، يعني بعد إحنا نشوط معكم ضفاري في الهواء، يعني بخصوص النساء والسيدات. شتيل مهم، يعني راوينه روي كويس، يعني ففي الفترة الأخيرة كثير من التقارير بتر اتباعا بخصوص الجمال وهوس الجمال والتجميل بالنسبة للسيدات. فيها جوانب حميدة وفيها جوانب سيئة، نتائجها بتكون سلبية بالنسبة للسيدات، خاصة بخصوص التوعية والتثقيف بأخذ مستحضرات التجميل لأنواع البشرات المختلفة. يعني المفروض برضو السيدات يخدوا بالهم في الحاجة دي على حسب الناس اللي بتذكرها. يعني عشان نتكلم في الموضوع ده وأكثر ونحاول نوصل رسائل في بريد الأسرة وفي بريد السيدات، نسعى جدا أنه تكون برفقتنا دكتور زهراء حمزة. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. مساء الخير عليك يا أستاذ حمزة، ومساء الخير على جميع المشاهدين. دكتورة، يعني نحن من قمنا لقينا حبوباتنا في طرق العناية الطبيعية دي، يعني إذا كان بالشعر أو بالجسم ده الشيء اللي بنشوفه، لكن مع تمدد الزمن والتكنولوجيا برضو والاختراعات الجديدة بخصوص التجميل، الموضوع مشى لأبعد من كذا. فنتكلم بزاوية شوفي، كيف بشوفي التمرحل ده بخصوص التجميل يعني عند السيدات؟ طيب، مجال التجميل طبعا زي ما انت قلت مجال واسع، وبعدين يتمرحل من حبوباتنا وحسع متطور، وهو لسه ما حيقيف يعني. فإذا تطور بناحية مضمونة وناحية حقة تكون ما يكون عندها أي مشاكل وحاجات تكون طبية، أنا الحاجة دي يعني بحبزها وكمان بدعمها يعني. بس طيب دكتورة، من حق أي سيدة إنه تحتني بجمالها. أيوة صح. لكن فرق ما بين الاحتناء والمحافظة على الجسم على البشره. الفتره الاخيره كثير من مستحضرات التجميل اللي بقت بترد، اذا كانت طريقه دخول للسودان بتصديق ما بتصديق، هل هي جودتها كويسه ولا لا. فكيف بتنصح السيدات بزاويه شوفك، بخاصه انت ده مجالك وبحر واسع بخصوص الاستخدام لمستحضرات التجميل، هل انت بتأيدي فكره انه السيدات انه يفتحوا في لونهم ولا يحتنوا بلونهم اكثر؟ طبعا الاحتناء باللون بأيده اكثر، تفتيح البشرة عندها مضارة، والوحدة أول ما تسعى لتفتيح البشرة، ومصطلح التفتيح طبعا بيختلف من العناية وحتى توحيد اللون. تفتيح البشرة الحاجات الحسع دي في السوق وبالجولها للبنات والسيدات طبعا فيها مضار يعني ومشاكل كبيرة شديد في المواد اللي بتحتويها البرودكت الموجودة في السوق زي الهيدروكينون والكورتيزون، بتعمل مشاكل كبيرة في البشرة، كان جسم أو بشرة وجه. فأنا طبعاً من الناس اللي بمنع تماماً وما بحبذ نهائياً إنه الوحدة تستعمل حاجات من السوق أو الصباعات والكريمات الموجودة في أي محلات موجودة في السوق يعني. دكتور، لو عينا في كل زجاج بنلقى بوتيك في الحلة. صح. والبوتيك في الحلة ده يعني زول هو بمرور الزمن هو عارف إنه الخلطات دي بتفتح البشرة، لكن استخدامها كيف وبأي طريقة يكون في شيء من الحنكة. صح. لكن الأثر الأكبر، البوتيكات هي موجودة، السيدات نفسهم العدوى، ده نفع معاي وده ما نفع معاي، فبالحماس الزايد النساء بيمشوا للبوتيكات دي. فكرة البوتيك هي حاجة حميدة تحسب بالنسبة للاحتناء بجمال المرأة يعني وتوفير احتياجاتها، ولا برضو مفروض يكون في شيء من التقنين؟ والله طبعا البوتيكات الحاجات الموجودة فيها بالذات المواد حقة التفتيح والصباعات الموجودة متوفرة في البوتيكات دي، حاجات هي أصلا ما مسجلة يعني في وزارة الصحة، ولا كمان نحن الأطباء ما قاعد ننصح بها نهائيا، بالعكس بنرفض الحاجة دي لاحتوائها، زي ما قلت لك حسي وذكرت لك قبل شوية إنه فيها مواد قد تكون كمان مسرطنة يعني. نحن يعني المناخ في السودان والشمس حقتنا المباشرة دي والسخانة عموما ما بتفع معها أي مواد يعني. الوحدة بتكون تمشي تجيب من البوتيكات من أي بوتيك صباعات وكريمات ما بتعرف حتى بتحتوي على شنو،
يعني الواحد بيقول لا خلاص دي كويس ونفعت مع دي وكده جربيها وكده وشوفي كيف انا بيضتني وفتحتني، لكن ما كل الناس بيظهر الخطر وبتظهر المشاكل من بدري. يعني في ناس بيختلفوا في كل الاحوال، في كل الاحوال لما واحدة تستعمل كريم من بوتيك او من السوق عموما بتظهر مشاكل، بس بعد ده بتتفاوت في نوع البشرة. يعني في بشرة حساسة بتظهر طوال المشكلة فيه، وفي بشرات مع الاستعمال المتكرر للمنتج ده فبرضو بتظهر مع تقدم السن، مع تعرض للشمس، مع السخانة، فبتظهر المشاكل بعد ده. يعني يا دكتورة زهراء، يعني بخصوص الكريمات واحتياجات المرأة برضو بتحسب على حسب، هل على حسب البشرة ذاتها؟ أيوة يعني صح. الكريمات اللي بتتاخد دي ما هي كريم بينفع مع طبعاً. السيدة تانية أو الأنثى يعني. فأنت دورك شنو في المساحة دي، يعني في بريد كل السيدات بخصوص أخذ الكريمات اللي بتلائم البشرة؟ طبعا حاسة أنا بنصح السيدات إنه يستعملوا إما تراكيب طبية يصرفها طبيب، وصفات أيوة وصفة طبية إما من طبيب حق جلدية أو طبيب صيدلاني أو طبيب يكون مختص بالمجال حق التركيبات الصيدلانية أو التركيبات الطبية عموما. طبعا بعد ذاك على حسب نوع البشرة وعلى حسب المشكلة الموجودة في بشرة أي واحدة فينا تشخيصها. أيوة بعد التشخيص، يعني حتى في سبحان حتى التراكيب اللي هي علاجية وطبية ما بتنفع مع كل البشرات. يعني تخيل في السوق حيكون عامل كيف. يعني التركيبات الطبية ذاتها مختلفة من بشرة لبشرة، البشرة الحساسة عندها تركيبات، البشرة الدهنية عندها تركيباتها، وهكذا والجافة والحساسة كل الأنواع. أيوة. طيب عايزين نعالج معاك يا دكتورة زهراء، لو السيدات اللي بتابعونا الآن أخذوا كريمات بتاع التفتيح وضارة وما متأكدين من صلاحيتها أو مناطق ما موثوق منها، فيا آثار جانبية. أيوة. أول خطوة مفروض يعملوها شنو؟ يعني خطوة منزلية قبل ما يجوا العيادة. الخطوة المنزلية المفروض أول حاجة طبعا يوقفوا الحاجة اللي كانوا يستعملوها دي، يعني مهما كانت هي شنو يوقفوها. بعد ذاك تعمل مرطبات في المنزل إما بمواد طبيعية، في ماسكات طبيعية بتعمل على تهدئة البشرة من الحاجات الضارة اللي هي استعملتها. في كذا ماسك ممكن أنا أنصح بهم. زي شنو سريعا كده بس عدديهم؟ سريع خلاص تمام. في الصبار، في الزبادي، في الحليب، في العسل. طبعا العسل طبعا في ناس بتحسسوا منه وفي ناس ما عندهم مشكلة فيه، على حسب أي واحدة وهي عارفة إن الحاجة دي بتفع معها ولا لا. تعمل تيست بسيط كده ممكن هنا في اليد إذا الحاجة بتنفع أو بتعمل لها أي تحسس، ما تعملها في الوجه يعني. برضو تجيب من أي صيدلية كريم مرطب بيحتوي على مادة البانسينول، ده بيعمل على تهدئة البشرة لغاية ما تلجأ لصيدلاني أو طبيب مختص عشان يعالج لها المشكلة اللي حصلت من الكريم. طيب سريعا كده بالنسبة للسيدات الهوس اللي بقى أخير بتاع التفتيح أو الجزء الجمالي عمليات التجميلية دي، نحن في السودان على عكس العالم الخارجي في هوس كبير جدا، فالهوس انتقل للسودان بنفس المفهوم؟ يعني في عيادات بقت تعمل على الحاجة دي بخصوص على التفتيح، يعني البوتكس والحاجات التانية بيجينا نشوفها بالمسمى ده؟ اي طبعا في عيادات كثيرة جدا يعني ظهرت حسي بتعمل البوتكس والفيلر والمايكرو بليدينج والهير ستروك وكل انواع التجميل. إيمان بتضحك فيني في الكنترول يعني الموضوع اللي لغاية صندطة معاكي بقول الشباب كده موضوع السيدات ده. طيب نحن في جزئية أخيرة عايزين نختم معاكي، الهوس ده هو موجود صح، والاحتناء ذكرتي عنده فرق بين التفتيح، وانت ذكرتي مواد طبيعية يعني ممكن السيدة تلجأ لها. أكثر المشكلات اللي بتجيكي أنت في العيادة بخصوص المضار بتاع الكريمات شنو بالتحديد عشان برضو الخوف؟ أكثر حاجة بتظهر نتيجتها أو كأثر سلبي الكلف، التصبغات عشان طبعا نحن الشمس زي ما ذكرت لك قبل كده، فأول ما تستعمل كريم حار تطلع الشمس بيجيها تصبغات، ده أول شيء. بعد ذاك الحبوب ومشاكلها والندوب والمسامات الواسعة ومشاكل كثيرة بتظهر لها بعد ده. بحسب الفئات يعني برضو في مشاكل كبيرة تواجه النساء الحوامل، وبرضو الحياة دي فيها جزء نفسي كبير يعني شفناه يعني صح. ف
فكيف برضو انتم الحاجه دي بخصوص؟ طبعا النساء الحوامل انا بمنع منع عن باتا انه اي امراه تكون حامل تستعمل لها اي كريم، حتى اذا من طبيب او دكتور. برضو تراعي الشهور، في شهور ما بتنفع نهائي تدخل اي منتج حتى كان طبي. يعني المشكله زادوا في المجتمع، يعني السيدات دي لما نقعدوا براهم مشكله. لا مشكله كبيره، عاني ويتي وسوي وافعل وكذا وكذا. طيب بخصوص التوعيه برضو يعني الناس تكون واعيه هي قبل لازم. ما الدكتور يقول الحاجه دي، فالتوعيه المجتمعيه برايك قدر كيف ممكن تفيد في الموضوع ده؟ طبعا بتفيد بشكل كبير شديد. يعني الوحدة لما تسمع زي برنامجنا ده ونتكلم عن حاجات المفروض هي تبتعد عنها، وبالذات عندنا مشاكل طبعا زي ما قلت لك الكريمات اللي فيها كورتيزون عالي، والمشاكل اللي بتسبب للنسوان الحاجات اللي بتظهر في البشرة دي المفروض تبعد عنها. طيب السيدات بكلامك السمح بالنسبة اليوم ده لو عايزين يجوكي، فانت كيف يعني؟ عندي اي مشكله لما يعني حاولوا ظبطوا لهم موضوع عنده، لانه بالذات المشكلات الكبيره بالنسبه لهم يعني ساعديهم. طوالي طبعا اهلا وسهلا. حقا جميل جدا. وين يعني لو سمحوا لي راس التسويق؟ انا عندي طيب العياده في شارع الستين بدخلة ترمد بشاير. شكرا، كتر خيرك دكتور زهراء حمزه على كل الرشيدات اللي قدمتيها في بريد الاسره والسيدات والمجتمع، قدرين حضورك، كتر خيرك. العفو، تسلم ان شاء الله. شكرا جزيلا. كثير تسلم. شكرا مشاهدينا، موضوعات متنوعه، نوافذ متعدده فتحنا في ظلال الاصيل لليوم، من التنميه وصولا للجمال والاهتمام بالعنايه بالنسبه للسيدات والاسر. مقدرين جدا مشاركتكم معنا ومشاهدتكم، ان شاء الله نلتقيكم ثاني في مساحات مختلفه في ظلال الاصيل. تحياتي وفريق العمل، وخلاص الدنيا امسيات وبعد الناس تمشي تقضي اوقاتها بعيدا عن زحمه الشغل والعمل. نحن حنمشي للبيت، لكن الجزء اللي خلاص ارتاح يمشي الخرطوم بالليل، نشوف مناظر الخرطوم بالليل. حتى المنتقى، تحيات فريق العمل في رعايه الرحيل.